بالنسبة للإرادة، يعني هي خطة مبدئية تساعد الإنسان على تحقيق الأهداف. إذا الفرق بين الإنسان والحيوان هو أن الإنسان تكون له إرادة وأهداف مسطرة. يعني الإنسان الذي لا يمكن الإنسان يعني الذي لا يملك الإرادة لا يستطيع أن يصل الأهداف. فالإرادة هي واجبة جدا جدا في بلوغ الأهداف، وتجعل الشخص يبتعد نوعا ما عن كل العقبات وكل الفشل وكذا. وهذه الإرادة هي التي تنقصنا نحن يعني العرب عموما والجزائر خصوصا. يعني تجد الجزائري أو العرب بصفة عامة دائما يعني محبط ودائما مصاب بالملل وكذا، وهذا ما حققنا يعني في كل شيء نحقق مراتب في ذيل الترتيب. فيعني هناك علاقة استلزامية بلغة الرياضيات، يعني الإرادة تستلزم بدون شك النجاح. يعني الإرادة على بالك هي الحاجة الأولى. الإرادة منين تجي؟ تجي سوا ديزون من الشخصية تاع الإنسان والقناعة والإيمان بربي. كي تكون عندك هاد الأشياء هادوما ما تخاف حتى واحد، باسكو هاد الضغوطات تاع الدنيا هادوما كون سابالي كيما يقولوا حواجز. يقول لك الطفل الصغير باش يتعلم يمشي يطيح ويمشي، صافي يدير الطيحه هذيك عندها لو شارم ديالها، كي طيح تولي تعرف تمشي. لا فولونتي هي تحقق لك المستقبل نتاعك. بلا لا فولونتي ما دير والو. يفو لازم اسمه يفوك تساكريف باش تلحق الاهداف نتاعك. شوف حياه الانسان مركبه وليست مفروشه بالورود. المواظبة نصف الحياة، الاستعداد يضيف أشياء وأشياء، الرغبة تحبذك وتحبب لك الأشياء الكثيرة خاصة إذا كانت الأشياء الإيجابية. ولذلك في الإرادة تغلب، في الإرادة يعني تأتي بالمعجزات. وإذا كنت إراديا سواء كنت في الدراسة أو في العمل أو في الشغل واحد أو في الصلاة بالدرجة الأولى وغير ذلك، بإمكانك أن تخلق المعجزات، لان بدون اراده لا تفعل شيئا. كل فولونتي كيما نقول لك تقدر فهمت الاخ. لازم تكون عندك الاراده، لازم يكون عندك يعني الشجاعه باش تحقق اهدافك انت.